اهلا باصحاب رحلتنا السعيده وباصحابي اللي معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده اسمها صهيل من دهب. صهيل ده صوت حيوان من الحيوانات. حد يعرف صوت اي حيوان؟ الحصان. صهيل ده صوت الحصان ودهب هو اسم الحصان. يا ترى ايه حكايه دهب وليه القصه اسمها صهيل من دهب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي لما نحكي حكايتنا ونقول إن دهب حصان اتولد في قصر صاحبه اسمه السيد شهاب الدين، ما بيحبش غير اللون الأبيض، بس للأسف دهب كان لونه أسود. أول ما اتولد وشافه السيد شهاب الدين قال إيه ده؟ حصان لونه أسود في القصر بتاعي؟ ده ما يستناش أبداً ولا لحظة. لكن مامة دهب كانت موجودة في الصبل الخيول وقالت له عشان خاطري خلي دهب هنا حتى لو في أي مكان غير الإسطبل، بس يبقى موجود في نفس القصر اللي أنا موجودة فيه. السيد شهاب الدين وافق بس على شرط إن دهب يروح يعيش في المزرعة اللي جوه القصر مع حيوانات المزرعة. حيوانات المزرعة اللي هي إيه بقى؟ الجمل والحمار والبقرة والخروف. الأربع حيوانات دول كانوا عايشين في المزرعة ودهب راح يعيش معاهم. كل واحد منهم كان بيحب دهب وكان بيشوف إن دهب مسكين، إنه صاحب القصر مش بيحبه وإنه بعده كمان عن مامته، فكان دايماً حزين وساكت ما بيكلمش حد. يوم بعد يوم، إحنا عارفين يا أولاد إن إحنا أول ما بنتولد بنعرف نتكلم؟ لا، لما بنكبر شوية ماما وبابا بيعلمونا ننطق كلمة كلمتين لحد ما بنعرف نتكلم زيكم دلوقتي. دهب كبر شوية صغيرين يحاول إنه يصهل، إحنا قلنا الصهيل ده صوت الحصان، مش عارف يحاول تاني، مش عارف، مع الوقت ما بقاش ليه صوت خالص، مش عارف يصهل، يعني حصان أخرس ملوش صوت. حد فيكم يعرف ليه هو أخرس؟ ليه ملوش صوت؟ ممكن يكون تعبان. عشان إيه؟ عشان هو لونه أسود. مش بس، لا، لونه ملوش دعوة بصوته، هو ليه مش بيعرف يصهل؟ عشان مامته ما قعدتش معاه وعلمته. برافو، عشان هو بعيد عن مامته، هو بعيد عن مامته فحاسس انه وحيد، وكمان عايش في وسط حيوانات هو مش زيهم. يعني احنا عارفين انه كل حيوان من الحيوانات له بيت، وبيت كل حيوان له اسم. الحصان او الحصنه بتعيش في بيت اسمه الاسطبل مثلا، الاسد بيعيش في بيت اسمه العرين، يقولوا عرين الاسد. فدهب ما كانش عايش في الإسطبل مع الخيول اللي زيه، لكن كان عايش في المزرعة. هل هو زي حيوانات المزرعة؟ لا. كل واحد فيهم له صوت مختلف، كل واحد فيهم بياكل أكل مختلف، فكان حاسس إنه وحيد، بس في الوقت نفسه كان بيحبهم مش بيكرههم. لما كان السيد شهاب الدين يعدي ويزور المزرعة ويشوف دهب يقول له إيه؟ حصان أسود وأخرس واسمك دهب. دهب إيه؟ ازاي اسمك دهب؟ دهب ده حاجة قيمة مش كده؟ وحاجة غالية، المفروض اللي يبقى اسمه دهب ده يبقى حد كده جميل. صاحب القصر لما كان يروح المزرعة اللي فيها دهب ويشوفه كان دايما يقول له كلام يضايقه، دايما يحاول يحسسه انه هو ملوش لازمة، ملوش قيمة، حصان اسود وكمان ملوش صوت. انا بس مخليك هنا عشان مامتك ما تزعلش، لكن انا مفروض اطردك بره القصر. دهب كان يزعل ويقول أنا ماليش ذنب في لوني، هل إحنا لينا ذنب في شكلنا؟ لا، مش ربنا هو اللي خلق لنا الشكل اللي إحنا اتولدنا بيه؟ يبقى لازم نحبه. لكن لو كل واحد قال شكلي مش عاجبني، أنا مش عاجبني شكلي، ده صح؟ لا. غلط، غلط. دهب هو له ذنب إنه لونه أسود؟ لا. هل ده معنى كده انه السيد شهاب الدين ده يعمل معاه التصرف ده؟ هل ده تصرف صح منه؟ لا، تصرف غلط. هو ذنبه ايه انه لونه اسود؟ لكن مفيش فايده، هو مقتنع انه دهب ما يقعدش في الاسطبل عشان لونه اسود، اي حاجه لونها اسود بيرفضها تماما. طب انا في اول القصه قلت لكم انه السيد شهاب الدين بيحب اللون الابيض، حتى الزهور اللي زارعها في حديقه القصر، جنينه القصر، لونها ابيض. مين فيكم بقى يعرف يقول لي ايه الزهور اللي لونها ابيض؟ زي ورد. ايه؟ الورد. في ورد ابيض، برافو. ايه كمان؟ الزهور. في زهره صغننه كده ريحتها حلوه قوي لونها ابيض. ها؟ اسمها من حرفين بس. الزهور.
حد فيكم يعرفها؟ لا. الفل. الفل وكمان الياسمين، الاثنين دول زهور جميله ريحتها حلوه قوي، والاثنين لونهم ابيض. حتى تعرفوا ان مامة الذهب السيد شهاب الدين كان مسميها ايه؟ ياسمين، عشان هي لونها ابيض. مامة الذهب الحصان، مامة الذهب كان مسميه ياسمين عشان هو لونه ابيض، عشان كده كان بيحبه قوي. بس لما اتولد ذهب اسود خلاص مش عايز يشوفه ابدا ابدا ابدا. مين اللي كانت مصاحبه ذهب كل يوم؟ اول ما تصحى، تصحى طول الليل وتنام طول النهار، البومه. البومه بالليل كانت تصحى في جنينه القصر، تلف فوق الشجر، تلاقي ذهب قاعد لوحده تحت الشجره ساكت مش عارف يتكلم، تهز فرع الشجره يبص لها، تقعد تلعب معاه، هي تطير وهو يجري، هي تطير وهو يجري تحتها، ويلعبوا مع بعض حتى من غير صوت. المهم ان هم بيلعبوا وهم مبسوطين هما الاثنين. في يوم من الايام يا اصحابي حصلت حاجه غريبه جدا. ذهب قرب من سور القصر، شاف خيال بره سور القصر. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ جري 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 عند الشجره اللي واقفه فوقها البومه، وقعد يهز الشجره ويحركها كده بدماغه. البومه حست ان في حاجه. ايه؟ عمل راسه ناحيه سور القصر. طارت البومه ناحيه سور القصر، عارفين لقت ايه؟ ايه؟ لقت لصوص حراميه عايزين يسرقوا القصر. تفتكروا ده بيعمل ايه بقى؟ يساعدهم. يساعد اللصوص ان هم يدخلوا القصر؟ لا. هيساعد القصر. هيساعد، هيعمل ايه عشان ينقذ القصر؟ هيمشي الحراميه. هيمشي الحراميه. هيجي عليهم وهيخوفهم. عشان هيخوفهم باللون. دهب عمل ايه؟ جري 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 بسرعه عند سور القصر، وقعد بسرعه برجليه يحفر يحفر، عمل حفره كبيره قد كده واستخبى ورا الشجره. الحرامي الاولاني نط من سور القصر، وقع الحفره. الحرامي التاني نازل، دهب راح مشنكله، راح واقع هو كمان الحفر. في اللحظه دي يا اصحابي دهب قعد يقول يا رب يا رب يا رب صوتي يرجع، يا رب هم ممكن يطلعوا من الحفرة ويسرقوا القصر، يا رب صوتي يطلع، بس عشان حاجة واحدة، عشان الصهيل بتاعي يعمل إيه بقى؟ يصحي كل اللي نايمين جوه القصر. سبحان الله، ربنا استجاب لدعاء ذهب. فجأة صوته بقى قوي وصحل بصوت عالي عالي عالي. إيه ده؟ كل اللي في القصر صحيوا، قالوا إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ الحراس طلعوا، والسيد شهاب الدين طلع، كلهم راحوا ناحيه ايه؟ الاستابل. مش الخيول كلها فين؟ الاستابل. راحوا ناحيه الاستابل، فتحوا الاستابل لقوا الخيول نايمه. الله، امال الصوت ده جه منين؟ صحل تاني ذهب، سكتوا شويه وفضلوا يمشوا في الجنينه ورا الصوت، لقوا الصوت جاي من ناحيه سور القصر. ايه ده؟ الصوت ده صوت مين؟ أول ما قربوا لقوا الحفرة الكبيرة قوي الحراس، بصوا في الحفرة لقوا مين فيها؟ الحرامية. الحرامية. الله، السيد شهاب الدين قال إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ حرامية جوه القصر وصهيل وأنا مش عارف جاي منين. لقى مين بيطلع من ورا الشجرة؟ ده حصان. دهب. قال له إيه ده؟ أنت؟ قال له آه أنا دهب. قال له دهب؟ انت اللي عملت الصوت ده يا دهب؟ قال له ايوه. قال له انت مالكش صوت؟ قال له بس في اللحظه دي ربنا رجع لي صوتي. وصحل دهب، كل اللي في القصر وقفوا، ايه ده؟ ازاي كده؟ تفتكروا بقى السيد شهاب الدين اللي هو صاحب القصر وقتها هيبقى عامل ازاي؟ رجعوا القصر. هيبقى حاسس انه ظلم دهب؟ ايوه. وحاسس ان مين اللي انقذ القصر؟ دهب. طب انا عايز اسالكم سؤال. دهب ما حدش بيحبه في القصر ولا صاحب القصر، مش كان ممكن يقول انا ماليش دعوه، مش هنقذ القصر ده عشان صاحبه مش بيحبني؟ صح. مش ممكن كان يقول كده؟ اه. بس هو اتصرف ازاي؟ عمل ايه؟ نقذ القصر وانقذ القصر. ليه بقى؟ لان الحصان من اخلاقه حاجه اسمها الفروسيه. يعني ايه الفروسيه؟ يقولوا لما يلاقوا حد يا اولاد كده اخلاقه حلوه
وإنسان نبيل يقولوا ده فارس. يعني إيه فارس؟ يعني أولاً دايماً بيتصرف صح، لو حد أذاه مش على طول هو يأذي، لو شاف حاجة غلط ما يسكتش عليها. دي أخلاق، الأخلاق الحلوة. ذهب لأنه حصان حتى لو مش بيتكلم، لكن أخلاقه أخلاق الفرسان. مفكرش لحظتها إن صاحب القصر بيأذيه، فكر في حاجة واحدة، إنه عايز ينقذ القصر ده عشان سبب كمان مهم جدا جدا جدا. مين اللي عايشة في القصر؟ مامته. أولا مامته، فكان لازم ينقذ القصر عشان الحرامية لما يدخلوا ما يسرقوش الخيول وفيهم مامته. تاني حاجة كمان، لما سيد شهاب الدين قرب منه وقال له ممكن أسألك سؤال يا دهب؟ قال له اتفضل. قال له ممكن أعرف أنت ليه أنقذت القصر رغم أن أنا مش بحبك ودايماً أقول لك كلام وحش؟ عارفين قال له إيه؟ قال له كفاية أن أنا عايش هنا وباكل هنا واتولدت هنا، القصر ده زي الوطن، أن أنا حسيت أني اتولدت فيه وعشت فيه لازم أحميه. إحنا لو حاجة حصلت في بلدنا مش لازم نحميها؟ صح؟ حتى وإحنا صغيرين كده ممكن نحميها؟ دهب كان حاسس أن جايين طبعاً. دهب كان حاسس إن القصر ده زي الوطن، لازم يحميه ولازم يعمل أي حاجة عشان يحمي الناس اللي عايشة فيه. والحمد لله لأن هو فكر صح وكانت نيته حلوة، ربنا أنقذه. السيد شهاب الدين طبطب عليه وقال له أنا آسف يا دهب، أنا آسف، أنت عقلك كله ذكاء، عرفت بسرعة كمان تتصرف يا ولاد في حاجة مهمة اسمها سرعة البديهة. يعني إيه سرعة البديهة؟ يعني لو اتحطيت في موقف أفكر بسرعة إزاي تصرف. دهب فكر بسرعة قبل ما صوته يرجع له وعمل إيه؟ الحفرة عشان الحرام يقع فيها. لكن لو كان وقف ساكت كده، عارفين بقى الحرامية قالوا إيه لما طلعوه من الحفرة؟ ها؟ الحرامي بيقول لصاحبه إيه؟ أنت مش تنبهني إن في حفرة هنا وإن في حصان؟ قال له ما هو لونه أسود، ما عرفتش أشوفه في الضلمة. شفته؟ يعني اللون الأسود هو اللي أنقذ القصر. دهب لو كان لونه أبيض زي السيد شهاب الدين ما بيحب، مش كانوا الحرامية شافوه؟ وكان ممكن هم يعملوا فيه حاجة، يضربوه بحاجة؟ لكن لونه أسود في الضلمة، حد شافه؟ محدش شافه، يعني اللون الأسود هو اللي أنقذ القصر. شفته بقى؟ السيد شهاب الدين فعلا لما سمع الكلام بتاع اللصوص الحرامية سكت كده وبص في الأرض وقال إيه؟ أنا كنت غلطان، كل حاجة ربنا خلقها ليها لازمة، اللون الأسود اللي أنا كنت بكرهه لولا كان القصر ده هجموه الحرامية. وقال لي دهب أنت من النهاردة الحصان بتاعي اللي مش هيفارقني أبدا. ليه؟ لأن عقلك كله ذكاء والذكاء مهم وأغلى من الذهب، وقلبك كل حب، الحب أغلى كنز في الدنيا بما فيها الذهب. إيه رأيكم في قصتنا النهاردة؟ حلوة. إيه رأيكم في ذهب؟ حلو. يا جميلة. طيب قولوا لي كده، إيه اللي عجبكم في قصة النهاردة؟ إيه اللي عجبنا؟ الحصان الأسود عشان هو أنقذ القصر وأنقذ كل حاجة، عشان لولاته ما كان القصر كله اتخطف. بالظبط كده. ايه كمان؟ القصر عشان هو ساعد القصر، وعشان لو كان ساب القصر كان هيضربوه وهيسرقوا البيت. طبعا. ايه كمان؟ عشان هو بطل وفكر بسرعه. برافو، هو بطل وفكر بسرعه، لازم وذكي، وكمان اهم حاجه ان قلبه كله حب. وخير. اتمنى اصدقائي دايما تبقوا في حب وفي خير وفي سعادة، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح.